قطاع الهام جدا. أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن جميع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها بما فيها اللحوم المجمدة تخضع لفحص دقيق من جانب الهيئة بالإضافة لوزارة الصحة والحجر البيطري، وأعلن تجديد الإجراءات الاحترازية بصورة أكبر للواردة القادمة من اللحوم البرازيلية بعدما تم إعلانه من وجود مخالفات لدى بعض الشركات المصدرة هناك، وأن الهيئة مستمرة في تطبيق آلية الرقابة على جميع الواردات.